المسلم الأفضل والأولى أنه يتوضأ يتطهر في بيته ويلبس أحسن الثياب، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل. فرص من المسلم بوتهدا إتا إنكم من الموسكي هنرقوا إلى هندك وضوء قطنا هنلا يتبرها مضبات من كبستو أي كبيبة ستسيدا وضوء أسبرك الموسكي يعني تيست الموسكي أصا. لابد أن يتأدب بالآداب الإسلامية قبل أن يدخل المسجد، فما بالك إذا دخل إلى المسجد، يعني يوجد أدب في الإسلام قبل أن يدخل المسجد، فما بالنا إذا دخل إلى المسجد. On käynyt tapoja, mitä ihmisen pitää tehdä esimerkiksi ennen kuin hän menee moskeaan. Tai mitä te luulette, jos hän menee sinne moskeaan? لا يأتي إلى المسجد وهو يجري. Ei tule moskeaan juosten. أو مشمر. Tai että sillä on vaatteet käärittynä. أو يرفع الصوت في الكلام في الهاتف. Tai ei nosta ääntä moskeassa puhelimessa, kun puhuu puhelimessa. يمشي في سكينة في الهيئة. Hän kävelee rauhallisesti. وقار في الحركات. يعني لا يتحرك حركة كثيرة. Ei tee liikaa liikkumisia. نعم. إذا وصل إلى المسجد بس هم بأسه مسكيان يعني. يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخل بالدنيا إلى المسجد هني طول الدنيا كان مسكيان فان يتا مسكيان أولوس مسكي يتا الدنيا أولوس مسكي يحرم البيع والشراء في المسجد هن ميم سيد يوسطا مسيد كيلتا اسم مسكي أصلا يحرم البحث عن الأشياء المفقودة فقط هاتف مثلا لا يستطيع أن يأتي المسجد أقول من وجد هاتفي اسم ركيسي هني طول المسكي يعني صارت هو اسم لوتر من بوهلمة يعني لا يتكلم عن السياسة في المسجد أي بوه مستنس اللي كنت أست بوليتيك أست مسكي أصلا مجرد يدخل المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول هن طول المسكي ياسيل تهن أستو يلا الله يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء مي كان طول البروفيت ألطان